Section 2.2 will see how to verify trigonometric identities. So how to verify a trigonometric identities? These are some strategies to help you to verify trigonometric identities. First step is to decide which side of the equation is more complicated. So you have two sides in an identity. Identity here. Musawat bin two quantities. Chuf على left hand side complicated ولا right hand side هي complicated. إنه لما تكون complicated ممكن نشتغل عليها. هذا راح نشوف. إذا تكون simple easy only one term صعب إنه تشتغل عليها. Then decide which of the sides, إما left إما right, هو more complicated than the other side. راح نشتغل على complicated side. لأن قلنا الـ A هو الـ complicated. راح نبدأ بالـ A. راح نشتغل على الـ A على أمل إنه في الأخير نوصل للـ B. كيف معناها نشتغل على الـ complicated side؟ يعني راح نستخدم operation بفاكتورايز نجمع نطرح we expand نوزع نوحد مقامات نقسم وراح of course نستخدم the basic trigonometric identities we need them. So this is the general strategy. تختار الـ complicated side تبدأ به على أمل أنك توصل في الأخير للـ second side. راح تجمع تطرح قصور تضرب وتستخدم basic identities. خلينا نشوف أمثلة. Verify these identities. السؤال which side is more complicated؟ هل هو tan plus 1 أو هو sec في sin plus cosine؟ حسب رأيي this is the more complicated. إذا راح ننطلق منه. sin plus cosine يساوي راح نمشي هذه كم خطوة على أمل إنه في الأخير إيش نحصل؟ نحصل the second side tan plus 1. هذا الهدف. Keep always in mind what you want to find as a result. إذن هذا كيف راح نشتغل عليه؟ هنا be careful sine plus cosine ما نعرفها، اللي نعرفها هي sine square plus cosine square. لأن هذه we cannot simplify it at this stage. لأن هنا ايش عندنا؟ عندنا sec وعندنا sine وعندنا cosine three function كثير. خلينا نحاول نكتبهم الكل in terms of sine and cosine. شو العلاقة بين sec وsine وcosine؟ نعرفوا إنه sec هي واحد على cosine. الخطوة الأولى نعوض sec 1 over cosine. اوكي صار عندنا sin و cosine. هم بعد يمكن more complicated. عندنا اقواس وعندنا ضرب نوزع. we expand. واحد على cosine of sin ايش تعطيني؟ تعطيني sin على cosine. بلس هذه في cosine تعطيني cosine على cosine. لكن ساين على كوساين هي شنو هي طان وكوساين على كوساين هي 1. Get it. So we are done. We don't need these steps. We need only three steps to verify this identity. شو سوينا؟ عوضنا sec بواحد على كوساين، شلنا الأقواس، وزعنا واستخدمنا الكوشنت إنه ساين على كوساين هي طان. We get it. اوكي لان هذا نبدا بالcomplicated ونوصل للother side باستخدام trigonometric identities. شوف مثال ثاني. verify this identity وين complicated؟ هل هذا هذا cosec x؟ لا، لان هذا complicated side. نبدا به sin plus cosine square على sin minus 2 cosine.
لازم نشتغل 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 حتى في الأخير نوصل للكوسك. شو الخطوة الأولى؟ ساين وكوساين. هنا عندنا أقواس وعندنا تربيع. كيف نشيل الأقواس بالتربيع؟ نذكر إنه A plus B square perfect square هو الأول تربيع زائد 2A في B plus B square. طبق القانون هذا هنا يعطيني الأول تربيع plus 2 sine في cosine plus cosine square over sine x minus 2 cosine. خلينا نشوف هذا can we simplify؟ هنا نشوف عندي sine square plus cosine square. كم هذه sine square plus cosine square؟ هذه 1 plus 2 sin cosine على sin minus 2 cosine 1 plus 2 sin cosine هذه ما نعرفها على sin عندي minus 2. إذا اللي بعدها الخطوة اللي بعدها نحاول نطرح. إذا نوحد المقامات نشوف المقام المشترك هو sin x. إذا 2 كوساين في ساين اكس. إذا هنا شو نسوي؟ كأننا حتى نوحد المقامات مقام مشترك هو ساين. إذا لازم نضرب بسط المقام في ساين. إذا نفس المقام صار ساين اكس الفوكس عندي 1 زائد 2 ساين ناقص 2 كوساين بي ساين. بعدين شوف هذه can we simplify more؟ عندي 2 ساين كوساين minus 2 كوساين ساين، لكن هذه نفس الشيء لأنه multiplication commutative ساين في كوساين ولا كوساين في ساين نفس الشيء. can we simplify؟ ايش يبقى لنا؟ 1 over ساين اللي هي كوسك وخلصنا. النصيحة اللي أعطيها لكم إنه this such type of exercises لازم الصبر ولازم تمشي خطوة خطوة. مستحيل تطلع لك على طول، إذا لازمك صبر تمشي خطوة خطوة ما تستعجل تصبر وتطلع after some steps ما تتحصل النتيجة على طول. خلينا نعيدها. قلنا which side is more complicated our left side هذا عنا perfect square. نذكر بالقانون نستخدم القانون هذا نستخدم بيثاغور. بعدين نوحد المقامات نطرح وبعدين نبسط هذا وهذا واحد على ساين هو كوسين. Another example هنا which side is more complicated؟ هنا راح ناخذ الرايت سايد. عندنا كوساين اكس على 1 minus ساين اكس minus كوساين اكس على 1 plus ساين اكس. ما هنا ما عندناش خيار الا انه نجمع قصور. حتى نجمع قصور ايش لازم؟ لازم نوحد المقامات. شو المقام المشترك؟ واحد ناقص ساين في واحد زائد ساين. اذا في البسط ايش عندنا؟ عندنا كوساين هذه في 1 بلس ساين ناقص كوساين هذه في واحد ناقص ساين. بعدين نشيل الأقواس we expand. نشيل الأقواس cosine x في 1 cosine cosine x في sine x cosine في 1 minus cosine minus في minus plus
كوساين اكس في ساين اكس على في المقام نفس الشيء. إذن هنا نوزع، هنا عندنا قانون A minus B في A plus B، هو الأول تربيع ناقص الثاني تربيع. إذا نتينا 1 square minus sin square، أو اللي ما يتذكر يوزع عادي، دي أطول شوية لكن نوصل للنتيجة. بعدين كان نوي سمبليفاي، عندنا كوساين minus كوساين تروح، عندنا كوساين ساين بلس كوساين ساين، هاتينا اثنين هذا. Like terms. 1 minus sin square. هذا بيثاغور. بيثاغور يقول لي اللي يتعوض ال 1 sin square plus cosine square. إذا إذا تودي هذه هنا 1 minus sin square هو cosine square. إذا نقسم على cosine square. شو صار عنا؟ عنا كوساين على كوساين تربيع، يعني يروح كوساين من هنا يروح تربيع هنا، شو يبقى؟ اثنين. هذه good news، عنا اثنين هنا، وضحت الاثنين، إذا ماشيين في الطريق الصحيح. وساين على كوساين هي ثلاثة. وصلنا. إذا تحتاج جمع تجمع كسور، إذا تحتاج توزع توزع، إذا تحتاج simplification simplification، وبعض الأحيان تستخدم ال basic identities. هنا استخدمنا بيثاغور، هنا هذه استخدمنا ال quotient identity، حطيناها. إذا basic algebraic operation and basic identities هي مكنونة من simplification or verification of complicated trigonometric identities. هذه الفكرة. And then another example. وفي الidentities عندك 50 طريق. مثلا هذه تنشوفها تنحلوها بطرق عديدة. First method. واحد على sin. شو الواحد على sin؟ هي الكوسك. والواحد على tan. هي الكوتان. لكن شنو نعرف عن الكوسك؟ نعرف الكوسك هي واحد زائد كوتان ماينس كوتان تعطيني 1. اوكي سو هذه قصيرة، ممكن نعملها بسكند ميثود. في ناس يقول لك واحد على ساين تربيع ناقص واحد على تان سكوير، يقول لك انا اعرف احولها كلها ساين وكوساين. اذا التان يكتبها ساين سكوير على كوساين سكوير. مقلوب ساين سكوير على كوساين سكوير هي كوساين سكوير على ساين سكوير. بعدين طرح كسور نفس المقام، اذا فرق هو واحد ناقص كوساين سكوير. واحد ناقص كوساين سكوير بيثاغور تعطيني ساين سكوير، إذا تعطيني الوان اللي حاب أوصل له. في شخص يقول لك ما أعرف أنا أجمع، أجمع على طول واحد سالب ساين سكوير ناقص واحد على تان سكوير، يقول لك أوحد المقامات. لكن هذه ما أنصح بها، راح تكون طويلة جدا، توصل لكن طويلة جدا. إذا في أغلب الحالات الطريق اللي أكيد يوصلك إنه تعوض كله بساين وكوساين وتحاول تتصرف. في بعض الأحيان تستخدم basic identities تعطيك طريق أقصر شوي، زي الجوجل ماب فيه الطريق المستوي اللي وصلك ولو إنه طويل شوية، فيه الطرق الملتوية اللي بعض الأحيان وصلك على السريع.
هذه البي. اذا ايش عندنا الكومبليكيتد؟ مبين انه هذا نعم سك ماينس 1 سك بلس 1. اذا هنا شو الخيار اللي عندنا؟ انه حل المقامات. اذا نضرب بما انهم مختلفين نضرب المقامات. شاتيني 1 في هذا ناقص 1 في هذا. نشيل الأقواس ماينس ماينس غير لي كل الإشارات بكافل ماينس غير كل الإشارات وتحت هذا A ماينس B في A بلس B تعطيني A سكوير ماينس B سكوير. ونبسط sec minus sec تروح 1 plus 1 هي 2 هذه good news 2. شو بقي لي؟ بقي لي بس أظهر الكوتان. الكوتان هي علاقة بالتان والتان التان هي sec square minus 1. عندنا بيثاغور. شو يقول بيثاغور؟ يقول sec square هي tan square plus 1. تان حلوة للكوتان التان. إذا بنت لي تان إذا قريب من الكوتان يعني. إذا ممكن أعوض هنا تان سكوير بلس 1 ماينس 1 وال 1 ماينس 1 تروح تبقى هنا على تان سكوير اللي هي كوتان. And we are done. اوكي إذا الصبر نمشي خطوة خطوة ما تستعجل تركز توصل حول الـ good luck.